فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس السنة ألا تمطروا، ليس الجدب ألا تمطروا، وإنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. ليست الفائدة أن ينزل المطر ثم يغرق الأرض والشوارع، إنما الفائدة ماذا ينتج من هذا المطر من اخضرار الأرض وملء الآبار بالمياه الجوفية واستفادة الناس منه. هذا هو الفائدة من المطر، حتى لا يكون عذابا وتعطيلا لأمور الحياة. قال: ليس السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ثم لا تنبت الأرض شيئا. فينبغي على الإنسان أن يسأل الله أن ينفع به، وأن يدعو الله تعالى أن يكون صيبا نافعا. من آدابه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نزل به المطر كشف عن بعض جسده، كشف رأسه أو كشف ذراعيه ليصيبه من هذا المطر، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنه حديث العهد بربه عز وجل، فهو رحمة ينبغي أن يصيب الإنسان منها. وقد حدثني من رأى شيخنا رحمه الله تعالى شيخ ابن باز، قال: رأيته خرج من المسجد فشعر بشيء من المطر الخفيف، فالتفت قال: في مطر؟ قالوا: نعم. قال: فأهوى إلى غترته وسحبها وجعل يمشي ويجيب الطلاب على ما يريدون، لأجل أن يصيب رأسه من هذا المطر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لهذه الرحمة، فلو فعلها الإنسان إذا لم يكن عليه مضرة من هواء مؤذن أو ما شابه ذلك، فلا بأس الإنسان أن يفعل مثل هذه السنن.